انا سمعت ان اسكندريه لا ترحب بيك وحضرتك بتدعم الحمله. انا نازل لاسكندريه دلوقتي على رجلي من غير بني ادم حراسه. تخبيط لو في كلكس اعمل مش سامع. لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يوم ما هنشتري بايع. محمد رمضان فاضل له حفله واحده بس من الحفلات اللي اعلن عنها علشان يحافظ على ماء الوجه. الحفلات دي بدا يروج ليها على صفحات السوشيال ميديا من دلوقتي، وده بعد إلغاء 3 حفلات في اسكندرية وسوريا وقطر بعد الحملات الجماهيرية اللي اتعملت ضده في مصر وبرا مصر. يا ترى هيكون مصيرها ايه؟ زي مصير الحفلات التانية اللي اتلغت، ولا هيكون مصيرها مختلف؟ أنا مريم مجدي، ويلا بينا نشوف ايه الحكاية. محمد رمضان دلوقتي بقى بيدور على أي حاجة علشان يرد اعتباره من جديد بسبب إلغاء 3 حفلات ليه في اسكندرية وسوريا وقطر في وقت واحد، وده بسبب رفض الجماهير ليه على السوشيال ميديا. علشان كده محمد رمضان بدأ يروج لحفلته الوحيدة اللي فاضلة من الحفلات الثلاثة اللي كان أعلن عنهم قبل كده على صفحته الشخصية، اللي كانت في قطر وسوريا والعراق. وفشلت حفلته في قطر وفي سوريا، وده بسبب رفض المسؤولين عن الفن اعطائه اي تصاريح تخص اقامة حفلاته، وده كان استجابة لطلبات الجمهور اللي اعلنوا رفضهم على السوشيال ميديا لوجوده في بلادهم لاحياء اي حفلة، واكدوا ان هم رافضين لنوعية الاغاني اللي بيقدمها محمد رمضان. علشان كده محمد رمضان عايز حفلته في العراق تتعامل باي شكل من الاشكال علشان يرد فيها اعتباره. علشان كده نشر فيديو صغير على حسابه الشخصي وقال فيه انه بيستعد لحفلته اللي هتكون في مدينة اربيل في العراق، واللي المفروض هتكون في يوم 27 اكتوبر اللي جاي. علشان كده بدأ يعلق الجمهور على الفيديو ده ويقول يا ترى هتتعمل ولا هتتلغي دي كمان. وفي حد تاني قال له انت اعلنت عنها ليه؟ هتتلغي زي اللي قبلهم. وحد تاني قال زمن نمبر 1 انتهى ولا ايه؟ وبعد إلغاء حفلات محمد رمضان أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر عن دعمها لمحمد رمضان، وقالت إن هما طول عمرهم بيعملوا حفلات في اسكندرية، وقالت إن عروس البحر دايماً فاتحة أحضانها لكل أنواع الفن من أول سيد درويش لحد حمو بيكا. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في حفلة اسكندرية وسبب إلغاء الحفلة. عروس البحر الأبيض المتوسط كانت الشرارة الأولى اللي طلعت حملات بعنوان الأسكندرية لا ترحب بك. كلنا شفنا لما محمد رمضان جمهور اسكندرية عمل ضده حملة اللي هي كانت بعنوان اسكندرية لا ترحب بك، نزل في الشوارع وتصور مع الناس علشان يرد على الحملات دي. بس أحد منظمي الحفلة قال إن سبب إلغاء الحفلة دي للأسف كان مشكلة في إجراءات التصاريح اللي تخص المكان ويوم الحفلة، وده من جهات أخرى من داخل المحافظة اللي كان المفروض تتعامل يوم 7 أكتوبر اللي جاي بمنطقة سيدي جابر، وقال إن ده كان هو السبب في إلغاء الحفلة على الرغم من إن حجز التذاكر كان ماشي بشكل طبيعي، وإن الحملة اللي اتعملت ضد الحفلة من أهل اسكندرية على السوشيال ميديا ما أثرتش خالص على الحفلة لا من قريب ولا من بعيد. وعن حفلة محمد رمضان في سوريا أعلنت نقابة الفنانين السوريين بشكل رسمي على فيسبوك إنهم رافضين وجود حفلة محمد رمضان في دمشق واللي كانت هتتعمل يوم 6 أكتوبر ده. وكمان أعلنت وزارة الثقافة القطرية إنها مدتش أي ترخيص لحفلة محمد رمضان علشان ده هيتزامن مع فعاليات كاس العالم لكرة القدم اللي بتنظمها قطر في الفترة من 20 نوفمبر لحد 18 ديسمبر اللي جاي. ودي بقى كانت حكاية محمد رمضان مع الحفلات. يا ترى حفلة محمد رمضان اللي المفروض تتعمل في العراق هتتعمل ولا لأ؟ ولا هتتلغي هي كمان زي الحفلات اللي فاتت؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات.